طيب دكتور محمد، انا يعني سمعنا كتير قوي في مناقشات بتحصل هنا في قمه المناخ ان في محاصيل هتندثر تقريبا او هتختفي، وفي محاصيل تانية زراعيه هي اللي هتكون بتتزرع. لو حضرتك توضح لنا الجزئيه دي. لا، هو انا هقول لحضرتك ان هو في، خلينا نقول، حاجتين موجودين في الموضوع ده بسبب التاثر المناخي. في بعض المحاصيل مع الوقت طبعا هتندثر بسبب الارتفاع المفاجئ مثلا في درجات الحراره، وده هياثر على الانتاجيه. ولكن في محاصيل تانية خلينا نقول من بعض الدول هتندثر لاسباب اخرى. انا برضو قريت عندكم ان انتوا يعني هتلجأوا لمحاصيل معينه للزراعه وهتدعموها علشان برضو التغيرات المناخيه، لو انا فهمت صح يعني. ده كلام مظبوط حضرتك. يعني احنا مثلا عندنا دلوقتي احنا بنعمل حاجه اسمها البصمه المائيه، كان لسه حتى كان عندنا مشروع كنا بنعمله تصميم في المملكة العربية السعودية، حطينا نشوف المردود بقى لكل دولار مع المردود على كل متر مكعب من المية. ففي محاصيل ذات قيمة عالية جدا لا تحتاج، خلينا نقول، كميات عالية من المية، زي مثلا أشجار اللوز دي بتتحمل مية عالية جدا، عفوا بتتحمل يعني خلينا نقول جفاف لفترات طويلة جدا، برضو العوامل المناخية ما بتأثرش فيها بشكل جامد. دي حاجات كتيرة جدا احنا يعني بنهتم بيها طبعا. علاوة على كده طبعا احنا بنهتم بحاجات تانية زي المحاصيل اللي هي ليها بذور محسنة لا تستهلك كميات كبيرة من المية، وفي نفس الوقت يبقى عندها قدرة على التحمل للتغير المناخي والموجات التغيرية اللي بتحصل، ان كان زي ما احنا بنشوف دلوقتي الفصول بتتغير شوية، بيحصل موجات حرارة فجائية، فاحنا برضو بنشجع الحاجات دي. حضرتك قلت ان في 10 مليار دولار و300 مليون منهم 2 مليار للقطاع الخاص، ده مذكور في البيان الصحفي ليكم. تمام، مظبوط يا فندم. يمكن انا زي ما قلت لحضرتك وزارة التعاون الدولي كان ليها دور كبير ان هي، خلينا نقول، تجمع كل الشركاء المعنيين، فعشان كده منصة نوفي هي فيها استثمارات زي ما قلنا في الاول من الحكومة ومن برضو المؤسسات المالية الدولية. علاوة على كده برضو هي بتحاول ان هي تجذب القطاع الخاص باستثمارات تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار، من خلال ان القطاع الخاص يبقى له دور في المحاور دي. على سبيل المثال، ان كان انشاء مصانع مثلا للتصنيع الزراعي عقب خلينا نقول معاملات ما بعد الحصاد، ان كان مثلا دور الشركات الموجودة في المياه ان هي يبقى لها دور ان هي تعمل استثمارات للقطاع الخاص. عشان كده نوفي هي محور كامل زي ما قلنا للطاقة وللمياه وللزراعة، وعلاوة على كده برضو هو في كل الشركاء بما فيهم طبعا القطاع الخاص، وان شاء الله هيبقى له دور كبير. واحنا يعني المفروض في الخطوات الجاية مع وزارة التعاون الدولي هيكون في زي ورشة عمل مع مختلف الأطراف المعنية من القطاع الخاص لمناقشة دورهم والاستثمارات اللي ممكن تكون موجودة في نوفي. طب بالنسبة للتمويلات الإنمائية الميسرة للمشروع، احنا لحد دلوقتي، انا خليني هتكلم على محور الغذاء اللي هو اجمالي كله على بعضه بما فيه على فكرة القطاع الخاص ومساهمة الحكومة، 3.3 مليار دولار. احنا الحمد لله برضو ده بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي قدرنا لحد دلوقتي ان احنا نجمع حوالي 2 مليار دولار كمساهمات موجودة لمحور الغذاء.